السيسي يلقي كلمة مصر اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وتتناول الأوضاع في مصر والمنطقة وسبل مكافحة الإرهاب. مجلس الوزراء يناقش مخططات لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ومحلب يشهد توقيع شراكة لإنشاء مصنع لإنتاج الإنسولين البشرية في مصر. تواصل الغارات الجوية للتحالف الدولي على مواقع داعش بسوريا، وأنباء عن مقتل القائد العسكري لداعش في كركوك. الرابعة عصرا في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. مرحبا بكم. أهلا بحضراتكم. يلقي بعد قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر أمام الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتوقع أن يتناول السيسي في كلمته تطورات الأوضاع في مصر والشرق الأوسط وسبل مكافحة الإرهاب. هذا ويلتقي الرئيس السيسي اليوم نظيره الفلسطيني محمود عباس ورئيس البنك الدولي جيمس وينغ والرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس تنزانيا. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد في كلمته أمام قمة المناخ أن الدول العربية تعاني من أزمات متفاقمة، وذلك في مجال الطاقة في وقت تستهدف فيه تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، وهو ما يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. كما أكد السيسي على أن الدول العربية تعاني من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية وفي مقدمتها التصحر، الأمر الذي يحتم مساعدتها في مواجهة تداعيات تلك الظاهرة. وتبدأ قمة المناخ العالمية بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وخلالها تجيء المشاركة المصرية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليطرح الرؤية العربية بشأن قدرة التغير المناخي، لا سيما أن المنطقة العربية تعد من أكثر المناطق التي تنعكس عليها الآثار السلبية للتغيرات المناخية. إن المنطقة العربية الواقعة في نطاق المناطق الجافة والقاحلة هي من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات تغير المناخ بما لها من آثار سلبية على التنمية، وبما يتطلب تحركا وتضامنا دوليا أساسه مبدأ الإنصاف والمسؤولية والمسؤولية المشتركة مع تباين الأعباء والقدرات المتفاوتة والالتزام بالمسؤولية التاريخية وحق الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة. الرئيس دعا في كلمته رؤساء الحكومات لتضافر الجهود لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، مشددا على أنه لا ينبغي أن يكون الإطار القانوني الجديد الجاري التفاوض بشأنه بديلا عن اتفاقية تغير المناخ الحالية. لا ينبغي أن يكون الإطار القانوني الجديد الجاري التفاوض حوله بديلا عن اتفاقية تغير المناخ، بل يجب أن يكون مكملا لها بحيث يبنى على المبادئ التي أرستها الاتفاقية الأصلية، وعلى رأسها مبادئ العدالة والإنصاف والمسؤولية المشتركة مع تباين الأعباء والعناصر الأساسية التكيف والتخفيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، كما يجب العمل على تفعيل صندوق المناخ الأخضر. وفي نهاية كلمته أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الالتزام المصرية والعربية بالتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة للتوصل لاتفاق متوازن يحقق مصالح جميع الدول ودون الإضرار بأحد. من مقر القمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شريف رضوان، موفد التلفزيون المصرية. كما عقد الرئيس السيسي سلسلة من لقاءات مع عدد من القادة والرؤساء ورؤساء الدول والحكومات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. والتقى السيسي رئيس كوريا الجنوبية ورئيس وزراء اليابان ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس فرنسا ورئيس وزراء إثيوبيا ورئيس تشيلي. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي سيلتقي نظيره الأمريكي باراك أوباما غدا الخميس بناء على طلب من أوباما، معتبرا أن اللقاء يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية المهمة والممتدة بين مصر والولايات المتحدة على مدى 30 عاما الماضية.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر دولة محورية في المنطقة وتعد من عوامل الاستقرار بها، وأنها مرشحة للعب دور رئيسي لا يمكن أن تلعبه دولة أخرى لإحلال السلام في الشرق الأوسط. وقال السيسي في حديث أجرته معه محطة الإذاعة العامة الأمريكية BBS إن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة علاقة استراتيجية حتى مع وجود اختلافات في وجهات النظر تجاه بعض القضايا، وهو أمر طبيعي، إلا أنها تبقى علاقة مستقرة وقوية. وفيما يتعلق بحرية التعبير في مصر، أعلن الرئيس السيسي أنه لا توجد قيود أو حدود لحرية التعبير في مصر، وأن هذا هو أمر نهائي لا رجعة عنه، وأن الحكومة لم تتدخل لوقف أحد البرامج الساخرة. وبخصوص المساعدات المالية التي تلقتها مصر من دول الخليج خلال الفترة الماضية، قال السيسي أن هذه المساعدات لعبت دورا مهما في منع انهيار الاقتصاد الدولي، حيث كانت مصر تواجه مشكلات اقتصادية صعبة بسبب تراجع عائدات السياحة. وفيما يتعلق بالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة تنظيم داعش، قال السيسي إنه بغض النظر عن المسميات فإن مصر جزء من هذا التحالف لمكافحة الإرهاب، مشددا على أهمية عدم الانجرار للوقوع في فخ تحديد المسميات المختلفة للجماعات الإرهابية. ونتحول الآن إلى مقر جمعية الأمم المتحدة، حيث يلقي الأمين العام لها بان كي مون الكلمة الخاصة به. ناقش مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى والبرامج الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات، وفي مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة والإسكان الاجتماعي. كما ناقش المجلس بدء العام الدراسي الجديد، حيث أكد وزير التعليم دكتور محمود أبو النصر أن نسبة توريد الكتب المدرسية وصلت إلى نحو 95%، مشيرا إلى أن دور الوزارة ووزارة الداخلية دور واضح، وكذلك الشرطة النسائية في تأمين المدارس، ونسبة الحضور وصلت إلى نحو 85% على مستوى الجمهورية. وقد استهل مجلس الوزراء اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء بولاق أبو العلا الإرهابي، وكذلك شهداء القوات المسلحة الذين لقوا استشهادهم عقب تحطم طائرتهم نتيجة عطل فني بها. شهد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مراسم توقيع عقد شراكة لبدء إنتاج الإنسولين البشري في مصر. وقد وقعت الشراكة بين شركة نوفو نورديست الدنماركية والشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات فيكسيرا، وكذلك بحضور وزير الصحة وسفيرة الدنمارك لدى القاهرة. وقال وزير الصحة إن الشراكة تهدف إلى نقل أحدث تكنولوجيا تصنيع الإنسولين البشري في العالم ككل، لضمان إنتاج الكميات المطلوبة للسوق المصري وبجودة عالمية. وأضاف الوزير أنه بحلول عام 2018 تبدأ مرحلة تصنيع 10 ملايين زجاجة سنويا تتضاعف خلال عامين لتحقق الاكتفاء الذاتي لمصر ككل. وافقت لجنة التشريعات الاجتماعية بلجنة الإصلاح التشريعي على مشروع قانون بشأن نهر النيل والموارد المائية، وأجرت اللجنة تعديلات لتغليظ عقوبة المخالفات التي تسيء للنيل أو تتعدى عليه بأي شكل من الأشكال بالحبس لمدة سنة، وتغليظ الغرامة بما لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد عن 100,000 جنيه ومضاعفاتها في حالة العودة لنفس الفعل، ومنح مشروع القانون السلطة الإدارية سلطة إزالة المخالفات على حساب الجهة المخالفة، كما حظر الصرف الصحي والمخالفات السائلة والغازية وإلقاؤها في نهر النيل أو إقامة منشآت. عقد السفير الألماني الجديد بالقاهرة هانز يورغ هابر أول مؤتمر صحفي له ليؤكد على قوة العلاقات ومتانتها بين مصر وألمانيا. وأشار السفير الألماني إلى أن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين حددت أولوياتها في التركيز على الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أكد دعم حملة مصر في القضاء على الإرهاب. تتسم بالعمق والاستمرارية، بهذه الكلمات بدأ السفير الألماني الجديد بالقاهرة هانز يورغ هابر أول مؤتمر صحفي له تأكيدا على أهمية التعاون بين البلدين. التعاون بين مصر وألمانيا سيصبح مؤثرا إذا بني على أساس الثقة وعلى أسس قوية، وأيضا تبادل الخبرات والمعلومات، وهو من أكثر الأشياء الضرورية.
السفير الألماني أكد أن ألمانيا تدعم مصر وبشدة فيما يتعلق بموضوع محاربة الإرهاب. نحن لدينا تعاون حقيقي مع مصر لمحاربة الإرهاب وتبادل المعلومات، ونحن ندعم مصر لأن هذا سيؤدي إلى التحضر، ولا يمكن أن تتقدم الدولة المصرية والإرهاب منتشر ويهدد الأمن الوطني. ألمانيا تعتبر من أكثر الدول التي كانت تعاني من أزمة اقتصادية، ولكنها تعدت هذه الأزمات. نحن كنا نعاني بالتأكيد من أزمة اقتصادية، ولكن الحل هو مزيج من العمل الشاق والسياسة الصحيحة وأيضا الأجواء الملائمة. السفير الألماني أكد على التعاون الثقافي والتنموي المشترك بين البلدين، وأعلن عن احتفالية اليوم الألماني بحديقة الأزهر والذي سيشارك بها العديد من المؤسسات لعرض أنشطتها في مطلع شهر نوفمبر المقبل. ألمانيا مثال حي على تقدم الدول بعد انهيارها، وأصبحت الآن مصدر الدعم لدول الاتحاد الأوروبي، فمتى تصبح مصر ألمانيا الشرق الأوسط؟ من داخل السفارة الألمانية، بسمة الشاعر، النيل. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على سرد الحقائق، أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير بأن الحادث المؤسف الذي تعرضت له طائرة النقل من طراز سي 130 بمنطقة كوؤوشيم بمحافظة الفيوم يوم الأحد الماضي نتج عن عطل فني. وأوضح المتحدث العسكري أنه بعد إجراء التحليل المبدئي لحطام وشريط المحادثات بها تم الكشف عن فقدان قدرة الطائرة أثناء إقلاعها، مما تسبب في دخولها في وضع حرج وأدى لارتطامها بالأرض، واستشهد على أثرها 6 من أبطال القوات الجوية. تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بثرى جلسة محاكمة 68 متهما في أحداث شغب الأزبكية، والتي وقعت خلال احتفالات ذكرى 6 من أكتوبر الماضي، وذلك لسماع مرافعات الدفاع. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهما تتعلق بارتكابهم من جرائم من بينها القتل العمد والشروع في القتل العمدي والتجمهر لتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومحاولة اقتحام ميدان التحرير، وكذلك التعدي على المواطنين والتأثير على سلطات الدولة والاعتداء على الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة، إضافة أيضا إلى مقاومة السلطات. عادت الحياة إلى طبيعتها بالقرب من الكوبري العلوي في مدينة الفيوم، حيث انفجرت قنبلة بدائية الصنع، وهو ما أدى إلى إصابة طالب أثناء مروره بالمنطقة بجرح سطحي في قدمه. تم نقل الطالب إلى إحدى المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج. كان فريق من خبراء المفرقعات قد انتقلوا إلى موقع الحادث، وتبين أنها قنبلة بدائية الصنع مكونة من بارود ومسامير في عبوة معدنية، وتم تنشيط المنطقة ولم يتم العثور على أي مواد متفجرة أخرى. أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية اللائحة الجديدة للسجون بعد إدخال عدد من التعديلات عليها. تضمنت اللائحة الجديدة زيادة ساعات التريض وزيارات المسجونين، ووضع لائحة توضح حقوق وواجبات كل سجين وحقه في العلاج خارج السجن بناء على قرار من الطبيب. 11 تعديلا واستحداث 6 مواد من أهم ملامح اللائحة الجديدة للسجون، والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي مشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية. زيادة عدد ساعات التريض وعدد مرات زيارة المسجونين كانت من أهم التعديلات التي أدخلت على اللائحة. تم زيادة مدة الزيارة للسجناء، وده كان بناء على طلب كثير جدا من السجناء الذين قبلناه. بالنسبة للتريض كان الحد الأدنى ساعة في اللائحة في المدة السابقة، احنا الآن بهذا أصبحت 2، ساعة صباحا وساعة مساء لكل السجناء والمحبوسين احتياطيا داخل السجون. الوزارة سبق أن قامت بالعديد من المبادرات التي تعلي من قيم الإنسان السجين، متمثلة في تعديل القرار الوزاري الخاص بالمقررات الغذائية، وهذا القرار تم إعداده بمعرفة المعهد القومي للتغذية بعد إجراء الدراسات المستفيضة في هذا الشأن، بحيث أن يمنح السجين كل ما يستلزمه من سعرات حرارية. اللائحة الجديدة والتي قال عنها رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنها تتطابق والمعايير الدولية، تشمل كذلك حق السجين في العلاج خارج السجن بناء على قرار من الطبيب. القرار الطبي هو للطبيب، وده قرار نهائي.
وفي حالة اعتراض السيد المأمور أو تحفظه على قرار الطبيب يخاطب مباشرة وتليفونيا مدير إدارة الخدمات الطبية لأخذ قرار فوري. ربما يكون هذه هي أول مرة بيحدث مثل هذه الشراكة بين الوزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنا بعتقد أن هذه نقلة كبيرة جدا، لأننا نعلم أن لا أمن بدون حقوق إنسان ولا حقوق إنسان بدون الأمن. ورغم هذه التعديلات إلا أن المجتمعين أكدوا على أنها تفتح الباب للحوار من أجل مزيد من تحسين الأداء داخل السجون وأوضاع المسجونين. يرى البعض أن اللائحة الجديدة تمثل خطوة هامة على طريق تحسين سجل حقوق الإنسان وأوضاع السجناء، بينما يراها آخرون مجرد بداية لتطوير السجون. من أمام مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، هشام حامد، النيل. شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها من الدول العربية والغربية غارات جديدة اليوم على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة البوكمال في شرق سوريا على الحدود مع العراق وبلدة عين العرب السورية التي يطوقها التنظيم بالكامل. يأتي هذا بينما أفادت أنباء بمصر على القائد العسكري لتنظيم داعش الإرهابي في جنوب غرب محافظة كركوك العراقية، وكذلك لقي نحو 10 آخرين مصرعهم في قصف جوي استهدف مواقع للتنظيم، كما قتل وأصيب نحو 35 من عناصر داعش في قصف جوي أمريكي شمال غرب المحافظة. لليوم الثاني على التوالي شن التحالف الدولي 3 هجمات على مقرات لتنظيم داعش في سوريا بالرقة وعدة مناطق في ريف حلب، وقد استهدفت الغارات الجديدة عدة بلدات قريبة من مدينة عين العرب، بالإضافة إلى عدد من المواقع ومعسكرات التدريب في مدينة الباب التي يسيطر عليها داعش بريف حلب. في غضون ذلك اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن تلك الضربات توجه رسالة واضحة بأن العالم موحد في مواجهة الإرهابيين، مادحا التناغم بين حلفاء الولايات المتحدة العرب الذين يشاركون في الحملة بعيدة الأمد من أجل القضاء على تنظيم داعش. جاء ذلك خلال لقاء أوباما مع ممثلين من الدول العربية المشاركة في الضربات، وهي السعودية والإمارات والأردن والبحرين وقطر. نحن ملتزمون بتحقيق السلام في سوريا والقضاء على النزاعات التي تثقل أهل جيرانها. نحن ملتزمون بتوفير الأمن والسلام حتى يتمكن ملايين النازحين من العودة إلى منازلهم وإنهاء النزاع الطائفي الذي ساد لعدة سنوات وأذى أعداد كبيرة من السكان. من جانبه قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن دي ميستورا أن الحرب ضد الإرهاب يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع حل سياسي للأزمة، معربا عن تخوفه من تأثير الضربات الجوية للتحالف على جهود المساعدات الإنسانية في سوريا التي يعاني 11 مليون من سكانها من ظروف معيشية صعبة. على الجانب الآخر أعرب محللون سوريون عن تخوفهم من الحملة الأمريكية على قواعد داعش، متهمين واشنطن بازدواجية المعايير في حربها ضد الإرهاب لأنها تدعم ما يسمى بالمعارضة المعتدلة والتي تسببت أيضا في مقتل العديد من المدنيين وتدمير البنية التحتية أثناء الصراع السوري على حد وصفهم. وتزامنا وقعت اشتباكات عنيفة بين مسلحي تنظيم داعش والقوات الكردية على أطراف بلدة كوباني السورية المعروفة أيضا بعين العرب الواقعة على الحدود التركية. وقال مسؤول عسكري كردي إن تنظيم داعش عزز من أعداد وعناصره ودباباته في قتله ضد القوات الكردية للسيطرة على بلدة كوباني في أعقاب الغارات الجوية والتي شنها التحالف الدولي والتي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية على مواقع للتنظيم في محافظة الرقة. وأوضح المسؤول الكردي أن مسلحي داعش تقدموا من بلدة كوباني وصاروا على بعد عدة كيلومترات من حدود البلدة. تعهدت تركيا بمنح المساعدات العسكرية واللوجستية الضرورية للغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد مسلحي تنظيم داعش في سوريا.
جاء ذلك في تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ولاية نيويورك الأمريكية، والتي وصلها لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب أردوغان عن دعمه للجولة الأولى من الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وحلفائها من الدول العربية أمس على مواقع لتنظيم داعش في سوريا. كما دعا أردوغان إلى استمرار الحرب ضد المنظمات الإرهابية في المنطقة داخل إطار من الأنفاق المشتركة والاتفاق أيضا، موضحا أن التفاصيل بشأن كيفية تقدم تركيا للمساعدات للتحالف سيتم بحثها واتخاذ قرار بشأنها خلال اجتماع الحكومة التركية في وقت لاحق. ومع تواصل الغارات الجوية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش وهجمات التنظيم الإرهابي على القرى في شمال سوريا، وصلت قوافل اللاجئين من الأكراد السوريين إلى تركيا هربا من الحرب. وتزامنا دعا تحالف من 40 وكالة إغاثة ومنظمة معنية بحقوق الإنسان بضرورة إعطاء أولوية عالمية لحماية المدنيين السوريين في حالة حدوث مزيد من التدخل في الشرق الأوسط. يحملون أبناءهم وقليلا من متاعهم عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين، تركوا خلفهم كل شيء بحثا عن ملاذ آمن وهربا من تنظيم داعش وغارات التحالف الدولي التي تستهدف داعش. استولى تنظيم الدولة على أكثر من 100 قرية حول مدينة كوباني التي تعرف أيضا بعين العرب، ولم يجد سكان تلك القرى غير التوجه إلى الحدود التركية. كله راح، بيوت راحت كلياتها، ما ظل عنا نهائيا شيء ابدا ابدا. وقتلونا كمان، وانقتل منا وانجرح منا اخيو، ذبح صار ذبح كمان اخيو، اولاد صغار ذبحهم اولاد صغار اخيو. اكثر من 130 الف كردي سوري هجروا منازلهم، وزاد من وتيره قوافل اللاجئين السوريين انطلاق الضربات الجويه للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش. وبدورها قالت الامم المتحده انها تستعد لاستقبال نحو 400 الف لاجئ سوري خلال هذه المرحله. 3 سنوات من الحرب في سوريا وظهور داعش، واخيرا غارات التحالف الدولي، مراحل دمويه في تاريخ سوريا لم تطوى صفحاتها بعد، وهو ما دفع المنظمات الدولية إلى مناشدة جميع الأطراف للالتزام بقواعد الحرب واحترام القانون الإنساني الدولي الذي يهدف إلى حماية المدنيين. هذا وقد شاركت نحو 50 دولة من بينها 5 دول عربية في شن هجمات جوية على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا. ومن بين الدول العربية من شارك في تقديم معلومات استخباراتية، ومنها من قدم تسهيلات عسكرية أو فتح قواعده أمام الطائرات الأمريكية والغربية لشن هجماته ضد تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت الولايات المتحدة أن التحالف الدولي العسكري مستمر في شن الغارات الجوية على مواقع تنظيم داعش في سوريا والعراق لعرقلة ما وصفته بالهجوم الوشيك من قبل التنظيم على الولايات المتحدة والمصالح الغربية. الولايات المتحدة وحلفاؤها بدأوا في شن غارات من الجو والبحر ضد تنظيم داعش في سوريا بمشاركة 5 دول عربية هي البحرين والأردن والسعودية وقطر والإمارات. الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن دعم مصر للحملة العسكرية ضد تنظيم داعش، غير أنه دعا إلى توسعتها لتتجاوز العراق وسوريا مع وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع جذور التطرف والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. فرنسا أكدت عدم وجود عقبة قانونية في مهاجمة تنظيم داعش في سوريا والعراق، مشددة على أنها لن تنفذ ضربات جوية في سوريا ضد مسلحي داعش، وأنها قصفت أهدافا لداعش في العراق بناء على طلب من الحكومة العراقية. بريطانيا من جانبها نفت مشاركتها في الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي على معاقل داعش في سوريا، إلا أنها أكدت وجود مناقشات حاليا بشأن الانضمام من عدمه لهذه الضربات، موضحة أنها ستشارك في الضربات الجوية على داعش في العراق بناء على دعوة من حكومة بغداد.
لكن روسيا انتقدت شن الولايات المتحدة وحلفائها لغارات على الأراضي السورية، موضحة أن ذلك يتطلب موافقة الحكومة السورية أو تبني مجلس الأمن قرارا بهذا الشأن، محذرة من أن انتهاك سيادة الدول الأخرى يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار حول سوريا. الحكومة السورية نفسها أعلنت دعمها لأي جهد دولي يصب في مكافحة الإرهاب أيا كانت مسمياته، سواء تنظيم داعش أو جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، مشددة على أن يتم ذلك في ظل الحفاظ على السيادة الوطنية. الائتلاف السوري المعارض رحب بالغارات الجوية على مواقع داعش في سوريا، مع ضرورة العمل بكل جهد على تجنب سقوط ضحايا من المدنيين، مشيرا إلى أن الائتلاف طالما دعا إلى شن هجمات مماثلة للتصدي لتنظيم داعش. مجلس الأمن الدولي من جانبه دعا إلى دعم العراق في حربه ضد تنظيم داعش، وذلك في بيان تبناه اجتماع وزاري شارك فيه 30 وزير خارجية يمثلون أبرز الدول التي انضمت إلى تحالف واشنطن ضد التنظيم المتطرف. كانت هذه مشاهدينا نبذة عن الحملة العسكرية الحالية ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي كان قد استولى على مساحات من سوريا والعراق، وارتكب أعمالا وحشية ضد الأقليات في كلا البلدين وضد صحفيين أجانب. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن السيد نزار حيدر مدير مركز الإعلام العراقي. سيد نزار، بعد التحية، كيف تتابع الضربات الجوية الأمريكية على مواقع تنظيم داعش سواء في سوريا أو العراق؟ أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. طبعا لا شك أن هذه الضربات تؤثر بشكل كبير في إطار الحرب على الإرهاب، لكن لا أعتقد أنها كافية لهزيمة الإرهابيين سواء كان في العراق أو في سوريا، لأن الحرب على الإرهاب حقيقة ليست فقط بالضربات الجوية وليست فقط من الجو، وإنما يجب أن تستدعها، خاصة في العراق يجب أن يستدعها تسليح كامل للقوات العراقية للجيش العراقي وللحشد الشعبي ولما مات يعرف بالحرس الوطني في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون، تسليحهم بشكل جيد وتزويدهم بالمعلومات الاستخباراتية والأمنية لتتمكن هذه القوات من إعادة هيئة الدولة في هذه المناطق بعد طرد الإرهابيين. أما أن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها تبقى توجه الضربات الجوية فقط في الإرهابيين، فأنا لا أعتقد أن ذلك سينفع كثيرا. نعم، السيد نزار حيدر مدير مركز الإعلام العراقي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وفي الختام دائما نذكر حضراتكم بأبرز ما جاء في نشرتنا من أخبار. السيسي يلقي كلمة مصر اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وتناول الأوضاع في مصر والمنطقة وسبل مكافحة الإرهاب. مجلس الوزراء يناقش مخططات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ومحلب يشهد توقيع شراكة لإنشاء مصنع لإنتاج الإنسولين البشري في مصر. تواصل الغارات الجوية للتحالف الدولي على مواقع لداعش بسوريا، وأنباء عن مقتل القائد العسكري لداعش في كركوك. نهاية بانوراما النيل، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.